سورة الشعراء، الترتيب في المصحف رقم 26، عدد الآيات 227 آية، عدد الكلمات 1322 كلمة، عدد الحروف 5517، السجدات لا يوجد. تتحدث الآيات عن موقف المشركين من الرسول صلى الله عليه وسلم وحسرته عليهم، المواضيع الخاصة من 1 إلى 9، ترتيب الصورة في المصحف بعد صورة الفرقان ويليها صورة النمل، المصحف بضم الميم وسكون الصاد وفتح الحاء المخففة، اسم كتاب القرآن الكريم، ويقسم القرآن إلى 4 أقسام، 7 الطوال والمئين والمثاني والمفصل. إن القرآن المدني هو ما نزل من القرآن بعد الهجرة، ولو كان نزوله في غير المدينة المنورة، بينما الآيات المكية هي الآيات القرآنية التي نزلت في عهد الدعوة المكية، أي قبل هجرة الرسول. لذا يقسم القرآن الكريم إلى آيات مكية وآيات مدنية، أي ما نزل قبل الهجرة النبوية وما نزل بعدها. ومنهم من اعتبر المخاطب فقال إن الآيات المكية هي التي تخاطب أهل مكة، النزول الصورة مكية، ترتيب نزولها رقم 47، نزلت بعد الواقعة ويليها صورة النمل. فواتح صورة الشعراء طسم، الحروف المقطعة والمقطعات وأوائل السور وفواتح السور أو الفواتح هي حروف تبدأ بها بعض سور القرآن الكريم، افتتحت بها 29 سورة من سور القرآن، جمعها بعضهم في قوله نص حكيم قاطع له سر. أما عن أسباب النزول نلتقي بعد هذا الفاصل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. قلت لحضراتكم أسباب النزول نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حزن على عدم إيمان قومه، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، الآية 3، ردا على المشركين بعدم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تبين أن رسالة الأنبياء واحدة، حيث أخبر الله أن الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وشعيب قالوا في مواضع متفرقة من السورة، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. الآيات من 106 إلى 110 وضح سيد قطب الأديب المصري المعروف والشهيد صاحب الظلال أن السورة نزلت كي يطمئن قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتهموه من الشعر والسحر والجنون. لذا كانت سورة الشعراء لا تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولا مجنون ولا ساحر، لأن الشعراء يتبعهم الغاوون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وهذه ليست من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. وأتبع الله تعالى الآيتين باستثناء للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن الله تعالى حينما ذكرها كان يوجه التوبيخ لكفار قريش، وهم من رموا الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الاتهامات الباطلة. الإعلام في الصورة، تتحدث الصورة المباركة بشكل أو بآخر عن الإعلام والشعراء الذين هم رمز الإعلام، خاصة في العصر النبوي الشريف كان شعراء الإسلام وسيلة تأثير هامة جدا في المجتمع آنذاك، خاصة أن العرب كانوا أهل شعر وفصاحة،
فكانت هذه الوسيلة تخاطب عقولهم بطريقة خاصة، فتحدثت الصورة في نهايتها عن الشعراء الذين يستخدمون شعرهم في الغواية والشعراء الذين يستخدمون شعرهم في الهداية. موقف الرسول مع الصورة، موقف للرسول صلى الله عليه وسلم مع الصورة. عن عائشة قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين الشعراء الآية 214، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سألوني من مالي ما شئتم. الآيات المدنية 197 224 225 226 227 هي آيات مدنية. الطواسين، الشعراء من الطواسين التي تبدأ بطاسين ميم، وهي صور الشعراء والنمل والقصص. والقصص المذكورة في هذه الصورة 7 قصص: قصة موسى عليه السلام مع السحرة، قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، قصة نوح عليه السلام مع قومه، قصة هود عليه السلام مع قومه، قصة صالح عليه السلام مع قومه، قصة لوط عليه السلام مع قومه، قصة شعيب عليه السلام مع قومه. أما هود، ومعنى هود هو اسم لنبي يؤمن المسلمون أن الله أرسله إلى قبيلة من القبائل العربية البائدة المتفرعة من أولاد سام ابن نوح، وهي قبيلة عاد، وتحمل إحدى سور القرآن اسمه، وهي سورة هود. ولقد ذكر اسمه 7 مرات، منها 5 في سورة هود، وواحدة في كل من سورة الشعراء وسورة الأعراف. ينسب له اسم عابر حفيد نوح في النصوص اليهودية بسبب أنه له نفس نسب هود على الأنبياء جميعا، أفضل الصلاة وأزكى السلام. وبذلك نكون قد انتهينا من إعطاء فكرة مختصرة عن أسباب نزول ومعنى سورة الشعراء. والآن نلتقي مع التلاوة المباركة لهذه الصورة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.